ده معانا تلات لعيبة في النادي الاهلي، اخبار التجديد بتاعهم، وفي النقيض الناحية التانية هجيب لك شكوى من النادي المنافس اللي بياكل حق لاعبته، وكمان اخبار عن صلاح واخبار عن حسام حسن وفاروق جعفر. الاول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على نبينا الكريم، اخوك اهلاوي، اشترك معايا اهلاوي ومحترم. ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، وكمان ندعي لاحمد رفعت واللي زي احمد رفعت وكل من هو على مريض فراش المرض، يا رب كله يقوم بالسلامه. نخش على طول من اخبار النادي الاهلي، معلول هيقعد ولا على تونس على طول؟ لا، معلول معانا لسنتين، واحده وش تانيه بشرط. معلول كان مرتبه مع النادي الاهلي $1.5 مليون، وكان في مشاكل في حكايه التجديد، ومعلول بيقول جاي لي عقد من بره ومش عقد من بره. اخيرا النادي الاهلي اتفق مع معلول على $1 مليون، وطبعا النادي الاهلي والسكاوتنج بيتكلموا علي معلول، لان انت يا علي الفتره اللي فاتت كان عندك شويه مشاكل في الاداء، وكمان سنك بيكبر والمبلغ ده اللي موجود، فالمبلغ هياخده كله $800,000 في السنه، و20,000 و200,000 هيتم صرفهم بما يوازي الجنيه المصري. وطبعا انا متوقع ان علي معلول هو خلاص متيم بالنادي الاهلي ومش هيسيب النادي الاهلي، وباذن الله هيكون معانا. نيجي لمحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم خلاص النادي الاهلي بيحط الرتوش الاخيره، هو واللاعب اللي جاي هقول لك عليه، عشان يبقى محمد عبد المنعم زيه زي عمرو السوليه من الفئه الاولى، لكن في شرط موجود ما بين عبد المنعم والشرط ده الاهلي اللي اتفق فيه، مش عبد المنعم حاطط شرط على الاهلي، ان عبد المنعم لو جات له فرصه انه يحترف في اي انديه من الانديه الكبيره في الدوريات الكبيره في اوروبا بمبلغ $5 مليون، النادي الاهلي يقول له طير يا حبيبي طير. ودوت كان الاتفاق اللي ما بينهم. نيجي نشوف عبد المنعم ازاي زي السوليه، بيقول لك الاهلي يضع الرتوش الاخيره لتجديد عقد عمرو السوليه لمده موسم واحد براتب $13 مليون، ودي الفئه اللي هيخش فيها طبعا محمد عبد المنعم، وكمان ما تنسوش ان هيبقى فيه كمان اعلانات، وبتمنى ليهم الاثنين او الثلاثه باذن الله التوفيق والمسيره الجيده المليئه بالانجازات كما كانت وهتفضل باذن الله. نيجي في النقيض خالص، كنا شفنا حاتم سكر قالوا له الساعه 2 بالليل تعالى خد الاستغناء بتاعك، لعيب زي عمرو طارق او محمد طارق برضو قالوا له بسك، ولعيبه كتير قوي فرطوا فيهم من غير ما يدوهم حقوقهم، وكمان بطريقه مهينه. بيقول لك محمد حمدي لاعب الزمالك السابق بدون سابق اي انذارات، لقيت نفسي من غير اي نادي، وكان ناقص يومين والقيد يقفل، وقعدت في البيت 8 شهور واستنيت لشهر اغسطس، انا حصل لي ضرر نفسي ومستقبلي وكل حاجه وحقي وعاوزه. حصل له ضرر في مستقبله وفي ايه؟ وضرر نفسي وحقي عاوزه. هو بيقول انا ما كانش عندي مشكله مع نادي الزمالك، لكن عندي مشكله في طريقه مشيه، ان هو ازاي قبل القيد بيومين بيقولوا له امشي، والمشكله ان هو لما قالوا له امشي ولا لحاتم سكر ولا طارق ولا الغيره الغيره الغيره، يا ريتهم مشوهم عشان يجيبوا كنوز. ده جوميز قال لهم ده ما فيهمش الرمق كلهم، ما فيش غير احمد حمدي وعبد الله السعيد حبه وناصر منسي. طب انتوا اللي رميتيهم دول اساسا اجود من اللي انتوا موجودين عندكم، كنتوا بتفكروا ازاي عشان تقولوا هات شويه صفقات نسكت بيهم نادي لجماهير نادي الزمالك، وطلعت كلها فكسانه والراجل مش قابلها، وبالعكس اللي مشوا عملوا لكم مشاكل. بيقول انا حصل لي ضرر نفسي ومستقبلي وكل حاجه وحقي وعاوزه، مش عايز اشتكي النادي بس انا مجهز الشكوى. طبعا كالعاده الزمالك زي ما حصل مع تشامبونج وزي ما حصل مع ابو طيب، والناس دول اجانب، تتخيل ان هم دول اجانب، انت يا مصري هيقول لك مالكش واخبط راسك في الحيط. معلش يا محمد يا حمدي، حصل اللي قابلك وركن جنبهم، هو النادي ده بياكل حق الجميع، ويقول لك ما بيكسبش حرام، وهو بيشغل اللعيبه يا اما تكمل في نادي الزمالك وتاخد مستحقات قديمه مش جايه، يعني اللعيبه اللي في نادي الزمالك دي خدت مستحقات السنه اللي فاتت. وطبعا بعد فوز النادي الاهلي امبارح شباب 2003 على نادي الزمالك بضربه ترجيح 4-3، اللعيبه بتاع النادي الاهلي اهدت الصوره ديت ليه احمد رفعت عشان باذن الله يقوم بالسلامه.
نيجي لنجمنا الكبير محمد ابو صلاح، نجم العرب وفخر مصر في البريمير ليج. فيل تومسون مدافع نادي ليفربول السابق بيقول اعتقد ان ارقام محمد صلاح واحصاءاته تتحدث عنه، بالنسبه ليه اضعف المركز الثاني ضمن اساطير ليفربول بعد السير كيرلي كيني دالجليش. طيب يا سيدي انا موافق جدا جدا على الكلام ده، ومش هعارض فيه. محمد صلاح اصبح تاني اسطوره، ومتوقع كمان ان هو هيكمل في ليفربول عشان يعدي ويبقى الاسطوره الاولانيه ويسجل تاريخ لليفربول وانجلترا. وبالشكل ده انا مش عاوز محمد صلاح، لان محمد صلاح ما بيجيش لمصر الا عشان يتنك على الاساطير بتاعتنا اللي عملوا تاريخ زي حسام حسن وزي لعيبه كتير. والحاجه الثانيه ان هو بيتنضر على مصر يجي ولا ما يجيش، هاجل في الود ده واجي ده، ولا هتمشوا المدرب ده وتمشوه ليه وما خدتوش رايي ليه، ولا هتجيبوا ده وهتجيبوه ليه وما قلتوليش ليه ان انتوا هتجيبوه والكلام ده، ما حدش يقول لي انت جايبه منين. خش على الديلي ميل في انجلترا تعرف ان الراجل بيقول انه زعلان انه ما مشوا فيتوريا وما خدوش رايه، وزعلان انه هو ما خدوش رايه في حسام حسن وجابوه ازاي. فبما ان محمد صلاح مسجل تاريخ في ليفربول ودلوقتي اسس نفسه عشان يعيش في ليفربول وبزنس كمان في ليفربول وهيصه وميصه وكل الكلام ده كله، احب اضيف لك يا استاذ محمد، عشان بس اللي بيبيع بلده ما بيكسبش بره. انت قبل التوقف الدولي كنت انت وليفربول فارق عن الارسنال وعن مانشستر سيتي، لما لعبت مانشستر سيتي اتعادلته وارسنال طلع. دلوقتي الدوري بح وارسنال هيكمل، وان ما كملش المانشستر اللي هيكمل، يبقى اللي انت كنت بتجري وراه عشان خاطر ليفربول ادي اول حاجه الدوري. امبارح انت خسرت من مانشستر يونايتد الواقع في اخر ثانيه 4-3، وادي كاس كمان طار. فاللي انت هتضيعه من هنا وما تعملوش عشان اهل بلدك وبلدك، صدقني ربنا ما هيبارك لك في اي شيء موجود هناك، لانك انت بتتعامل بغرور، بتتعامل علو، ونتيجة عملك وزرعه هو اللي بتحصده دلوقتي. انا مش شمتان فيك، انا كنت واحد بشجع ليفربول عشان خاطرك، دلوقتي اللي بيجرى في ليفربول برضو عشان خاطرك. وده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك اخبط لايك واشترك معايا في القناة. كنت عاوز اكلم لكم على موضوع فاروق جعفر وحسام حسن، لكن انا اللي عاوز اقوله لكل اللي زي فاروق جعفر في مصر، سيبوا حسام حسن يشتغل. وعلى فكرة ده اللي قاله فاروق جعفر، بس ما يسلطوش عليه اللي اسمهم اساطير، ما يسلطوش عليه محمد صلاح المدرب الزملكاوي الفاشل، ما يسلطوش عليه رضا عبد العال، زي ما كنت لسانتكم جوه بقكم مع فيتوريا، سيبوا الراجل بيشتغل وبيشتغل احسن من فيتوريا، وكل تفصيلة في المنتخب محريص عليها لانه ابن بلدي ووطني وعاوز ينجح. ده كان الفيديو بتاعي، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم.